بهدف مكافحة كافة أشكال العنف المستشر الذي يفتك في المجتمع العربي، أطلقت الشبيبة الشيوعية في قرية عين ماهل بالجليل مشروع بصمة، والذي يشمل فعاليات ونشاطات عديدة بهدف الحد من هذه الظاهرة. هذا النشاط الذي نقوم به اليوم هو جزء من نشاط بصمة الكبير الذي بدأنا بإقامته اليوم في عين ماهل. من هنا من عين ماهل ننطلق بمشروع بصمة نحو شهر تموز كامل مناهض للعنف. هذا النشاط هو جزء أساسي من نشاطنا في الشبيبة الشيوعية ضد العنف. نحن نقوم في المرحلة الأخيرة بسلسلة من النشاطات ضد العنف، منها ورشات عمل وصياغة ورشات عمل جديدة لمحاربة العنف، منها هذا المشروع مشروع بصمة الذي سينتقل من بلدة إلى بلدة، وسنحاول من خلاله أن نرفع صوتنا صوت الشباب ضد العنف المستشري. مشروع بصمة إحنا عملناه عشان يكون كان محاربة لكل ضحايا العنف ولكل هذا العنف وظاهرة العنف المستشري والعن جد متفشي في كل مجتمعنا العربي. اليوم ظاهرة العنف بطلت ظاهرة بلدي ولا بطلت ظاهرة اللي هي محصورة في محل واحد. ظاهرتنا هاي الظاهرة اليوم تفشت في كل المجتمع وموجودة في كل محل. فإحنا اليوم بدنا نحاول بأي وسيلة ممكن إنها تكون إنه إحنا نحارب هاي الظاهرة، ونحاول إنه يعني نحاول قد ما بنقدر نقلص من هاي الظاهرة، لأنه إذا إحنا بعد بنستشري في هذا العنف هذا يعني نوصل لمحل مسدود إحنا ما بنقدر نكمل فيه. مشروع يمتد على مدار شهر كامل ويتجول بين عدد كبير من البلدات العربية لتكون الانطلاقة من عين ماهل، والتي شهدت في الشهر الأخير مقتل الشابة الناشطة عروب حبيب الله بحادث دهس في مدخل البلدة. ليتضمن المشروع تنظيم ورشات عمل ومحاضرات توعوية حول آفة العنف. هذه بادرة سميناها بصمي، واليوم البصمة الأولى في عين ماهل، البصمة الأولى في مواجهة العنف بكل أشكاله. نحن في الشبيبة الشيوعية أطلقنا هذه المبادرة لنطلب من كل الناس ومن كل الحركات السياسية والأحزاب وكل الفئات والجمعيات أيضا، حتى المدارس الخاصة والأطفال والمدارس العمومية، أن يشاركوا في بصمات ضمن هذه المبادرة، بصمات ضد العنف، بصمات ضد كل هذه الآفات السامة التي تنخر في شعبنا، في أحيائنا وفي بلداننا وقرانا العربية. منذ مطلع العام لقي أكثر من 40 مواطناً عربياً مصرعهم في حوادث قتل، وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 60% من المواطنين العرب لا يشعرون بالأمان في بلداتهم العربية. لتأتي هذه النشاطات الشبابية والفعاليات بهدف رفع الوعي وتسليط الضوء على القضية التي تقض مضجع مجتمع كامل.